نحن هون بمواجهة شخص واحد معه إجازة بقتلنا. أنا ما حبيت تفتش لحالك، قلت بيجي بساعدك شوي. رح قلهم كل كلمة. هي ليش شوقي شاهين ما بيحكي إلا مع سليم بالذات؟ هذا مش ماشي. ما في شي بهالقصر رح يمشي إلا بأمر من صاحب. شو رأيك يا سليم؟ ليش عم تسألنا إلي هالسؤال؟ لأنه الظاهر بهذا القصر أنت الوحيد يلي معلمك بخبرك شو رح يصير. لك يعني انتبه على حالك مني. ريحوا لي أعصابكم حتى ما تنهاروا. كلهم فيهم ريحة الموت. مش أنا ضحية تاني. عشرة عبيد صغار. طيلة شهر رمضان المبارك يوميا 10:15 المساء على الام تي في.